قائد الدي اي ما غسلته قص الدي اي ابعث كذا اي فوقهم عصير ليمون شوي تروب صويا صوص زيت زيتون وبابريكا توم فريش او بودر عادي خلطهم وخليهم ينقعون ساعتين قص خياره واحده شيل الماي اللي داخل وقصصهم اصغر شيء ممكن مخلل شويه زيت على مقله وحط الدي اي ماني انا ما فنيه ما ابا ما ده موجي ترى لا وما كتاني انا فنيه قصص الدي اي ابع شيء بعد احطهم كلهم في صحن زجاج معهم قفشه مايونيز كم قفشه طحينه ويا سماق شويه بقدونس حط وياهم قصص خبز التورتيه حط من المكس فيهم مع شويه سماق وشوفهم على النار بس خلي ياخذون لون